هنا قد يقول والله الشيخ كدنا صعب علينا الدعوة، يقول لابد تكون عنده علم وتعرف الحلال والحرام والواجب والمستحب، وربما تجد خصما فيجادلك فيخصمك فيؤتى الإسلام من جهتك أو تجيبه على غير علم وهذا أخطر، لابد أن تتعلم. صحيح كلام الشيخ، هذا إذا تصدر للدعوة إلى الله عز وجل وأخذ يحاضر في الناس وأخذ يسافر وأخذ يرحل، لابد أن يكون متعلما، فإن من القواعد يعني المتفق عليها في الحقيقة وهي أن فاقد الشيء لا يعطي. يعني أصلا ما هو الدعوة؟ الدعوة تبليغ العلم، تبليغ العلم. إذا ما عندك علم إذن ماذا ستبلغ؟ ماذا ستبلغ وأنت فاقد العلم؟ بعضهم يقول الدعوة الله عز وجل ما تحتاج علم، بل تجدهم يحاربون العلم. كيف تدعو الله؟ قال ندعو الله بالقدوة، ندعو الله بالقدوة، حتى أنهم لا يرون العاصي على معصيته لله عز وجل لا ينكروا عليه، خلي هو يشوف نحن نصلي، احنا حبايب، احنا نحب بعض، احنا عندنا إيثار، عندنا كذا، ويتأثر فينا، ما ينكرون منكرا ولا يأمرون بالمعروف. أولا لأنهم أصلا ما يعرفون، وفاقد شيء لا يعطي. ثانيا أن هذه الطريقة محدثة، من قال لك بأن أنت تدعو إلى الله بالقدوة وتترك الدعوة إلى الله بالتبليغ الدين؟ من أين لك هذا؟ هل هذا في كتاب الله أو في سنة رسوله؟ ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسل إلا البلاغ. تبليغ لابد تبلغ العلم، لا تقتصر على إيش؟ القدوة. ثم هل ثم منافات بين أن تكون داعي الله عز وجل بماذا وماذا؟ بتبليغ العلم وبالاقتداء بك، إيش المانع؟ يعني اجمع بين الأمرين، خلي هذا اللي معك يتأثر بأخلاقك بتصرفاتك بحرصك على الطاعة بحرصك على الصلاة فيتأثر بالقدوة، وأيضا يتعلم منك بالعلم. يعني لا منافات بحيث نقول إن اتبعت طريقة دعوة الناس بالتأثر والاقتداء بك ما يصير تدعو الله بتبليغ العلم، وإن دعيت الله بتبليغ العلم ما يصير تدعو إلى الله إيش؟ عن طريق الاقتداء. ما في منافات، هل هذا ينافي هذا؟ أبدا. فبعض الناس قد يدعو إلى الله عز وجل 20، 30، 40 سنة وما يتعلم العلم، حتى قراءة القرآن ما يعرف يقرأ الفاتحة وقصار السور. تعلم يا أخي، العلم التعلم، ولقد يصلنا القرآن للذكر، لماذا لا تتعلم؟ ما هو في الصعوبة بمكان أعاجم ما يعرف العربية تعلموا، ما الذي يمنعك؟ لكنهم اتخذوا طريقة محدثة أنك واحد ما تتعلم، بل يحاربون من يتعلم، بل يرون الذي تعلم هذا متخلف عن الدعوة الله عز وجل. إنما يختار الله عز من شاء من عباده أن يكونوا دعاة، يخرج البرازيل ويخرج إلى الأرجنتين، وبعدين وهو جاهل ما يعرف شيء. لتقول له ما معنى لا إله إلا الله؟ ما يعرفها. هذا خطر. التقيت بشخص هنا في منطقتنا، بيت قريب هنا من الهند، قال 40 سنة أنا داعي إلى الله عز وجل، عمري 60 من كان عمري 20، 40 سنة وأنا أدعو إلى الله عز وجل. إنه ما شاء الله، حياك الله، يعني من جماعة التبليغ، حياك الله، هندي. قال وأنا عالم ما شاء الله، أولادي 5 علماء هم عندهم الحافظ قرآن يسمون عالم، يعني أنا حافظ قرآن عيال 5. قال وخرجت 70 دولة في العالم من 40 سنة دعوة إلى الله، وخارج 70 دولة. إحنا نعرفهم جيدا، قلنا ما شاء الله. طيب نسألك سؤال، أين الله؟ سكت. أين الله؟ 40 سنة تدعو إلى الله عز وجل، الله الذي تدعو إليه 40 سنة، أين الله؟ ما عرف يجاوب، سكت. قلنا أجب. قال بعدين أجاوب. شلون بعدين؟ فلحينا عليه، أين الله؟ فقال الرحمن على العرش استوى. قلنا تمام، ما معنى الرحمن على العرش استوى؟ فأبى أن يجيب، ما يعرف. وكان بمناسبة هذا السؤال أن الأخ اللي معي قال فلان تعرفه مشهور بالدعوة، يمكن 40 سنة صار له، أكيد ما أنت قديم، أكيد تعرفه. قال لي عرفته. قال التقيت في مكة، قلت له أين الله؟ ما أعرف يجاوب. وأنا الآن أسألك أنت بعد 40 سنة، أين الله؟ ما أعرف يجاوب. إذن
الدعوة إلى الله عز وجل تبليغ العلم. سمي نفسك تبليغ وأنت ما تعرف تبلغ، تعلم العلم، ما المانعك تتعلم وتبلغ. فتجدهم يحاربون العلم، هذا خطأ كبير. هذه آية من كتاب الله، قل هذه سبيل أدعو إلى الله ها على بصيرة،